اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقه هذه الفقره هي فقره هامه جدا. احنا النهارده اليوم العالمي للولادات المبكره، طبعا يعني في اهتمام عالمي بهذه القضيه وبهذا الملف تحديدا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الاحتفال بهذا اليوم، ليه في احتفال بهذا اليوم تحديدا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور عمرو حسن، استاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. يوم عالمي للولادات المبكره ليه؟ وده يعني فكره الولادات المبكره احنا عارفين انه يعني عادي هنولد بدري، هتولد مش عارفه بدري قد ايه، في ستات اصلا بتخطط عامه يمكن حتى قبل ميعادها اللي بتبقى المفروض الميعاد الطبيعي للولاده. عايز اعرف من حضرتك ليه الاهتمام بهذا بهذه الحاله تحديدا. خلينا نقول يعني ايه ولاده مبكره. المفروض الست بتولد في الشهر التاسع، لو ولدت قبل ميعادها في الشهر السابع او الثامن دي اسمها ولاده مبكره، لو ولدت قبل كده مثلا في الرابع في الخامس في السادس ده اسمه اجهاض. فيبقى الطفل لما ينزل في الشهر السابع او الثامن اسمها ولاده مبكره. الحمل مفروض 40 اسبوع، لو هي ولدت قبل الاسبوع ال 37 في الحاله دي بقى اسمها ولاده مبكره. من كل 10 اطفال بيتولدوا عندي طفل بيتولد ولاده مبكره. مشكله الموضوع ده ايه؟ ان ده من اهم اسباب وفيات الاطفال اقل من 5 سنين. يبقى الطفل ده لما هيتولد احتماليه الوفيات فيه عاليه، فبالتالي من ضمن الاهداف الامميه ان انت تقللي معدل وفيات الاطفال. ويمكن الموضوع ده نقول هو بريفنتبل، يعني نقدر ان احنا نمنعه. اساسه التوعيه، يعني لما هنستعرض مع بعض ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لولاده مبكره هنكتشف ان هي بمتابعه الحمل الجيده ممكن نقلل نسبه الولاده المبكره. وخصوصا يمكن نقول الموضوع ده ليه حتى تكلفه اقتصاديه عاليه جدا، يعني الطفل اللي بيخش الحضانه لو كده اكيد ممكن نسمع في محيطنا دايما حتى بيدور على حضانه، لا ده الحضانه غاليه مش لاقي لها مكان، لازم اكون قابلت حد كده، فالتكلفه الاقتصاديه عاليه جدا، زائد ان احنا قلنا الوفيات، زائد حتى المشاكل اللي ممكن تيجي للطفل ده نفسه وهو في الحضانه لما يكون محطوط على الاكسجين، فممكن الطفل ده يخرج حتى نفسه باعاقه او مشكله، حاجه في عينيه، حاجه في المخ. فبالتالي هو موضوع مكلف اقتصاديا، مكلف نفسيا. ودايما انا حتى بقول فرحه الام ان هي لما تولد تخرج بالبيبي بتاعها، لما بيخش الحضانه يبقى عليه ضغط نفسي. تلاقي الست حتى ده ست نفسها ممكن تخش حتى في اكتئاب ما بعد الولاده وتعرض لضغط نفسي. نعم دكتور، يمكن جمانة اثارت قضيه هي فكره ان دلوقتي معظم السيدات بتخطط للولاده المبكره، لكن عندي سؤال بقى اخر، هل فكره كثره الانجاب قد تؤدي الى مضاعفات نتيجتها الولاده المبكره؟ نقول هما موضوعين، الخلفه الكتير والخلفه المتعاقبه، يعني ورا بعض. ورا بعض، يعني الست حملت ولدت هتحمل تاني على طول في فتره اقل من 18 شهر، يعني حملت تاني بعد اقل من سنه ونص. عشان كده دايما احنا بنأكد على فكره اسمها المباعده بين الحمل والتاني. دايما اقول للست ابعدي بين الحمل والتاني على اقل من 3 ل5 سنين. ده حتى مش عشان الطفل، ده هنستعرض نقول ان الست اللي هتحمل وهتولد وهتحمل تاني على طول هي بتظلم 4 اشخاص. اول واحد ظلمته الطفل اللي هي لسه والده من شويه، لان لما تحمل تاني على طول هتبطل رضاعه، دكتور النساء هيقول لها خلاص بطل رضاعه، يبقى الطفل ده هي حرمته من لبنها ومن صدرها ومن حنانها. تاني واحد بتظلمه هو جسمها. الحمل ده رحله مهلكه، تسحب من رصيد جسم الست من فيتامينات ومعادن، لما تحمل تاني على طول هي دي الست اللي بعد كده يظهر لها بقى الانيميا، يظهر لها نقص فيتامين د وكالسيوم، هي دي اللي بعد كده تشتكي من وجع في ظهرها ومفاصلها. تالت واحد بتظلمه الطفل اللي في بطنها، لان هي لما تحمل تاني على طول جسمها ضعيف، اكثر عرضه للولاده المبكره، الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، الطفل ده ينزل حجمه صغير. رابع واحد بتظلمه هو جوزها، في الاخر جوزها برضه عاوز حنان واهتمام، هي الست تعبانه في الحمل، تعبانه في الرضاعه. اعباء ماديه كمان. اعباء طبعا ماديا، وفي الاخر نقول ده برضه الولاده المتعاقبه من احد اسباب الزياده السكانيه اللي عندك في مصر. فانا دايما بنقول للناس عاوزين ايه؟ نعمل مباعده بين الحمل والتاني، ودايما حتى بنقول للناس بطريقه بسيطه، الفلاح لما بيزرع على الارض بيعمل ايه؟ يحط زرعه، يسيب مسافه، يحط زرعه ثانيه. هو عارف ان لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا والزرعتين يطلعوا ضعاف. فدايما اقول لكل ست عاوزه زرعتك تطلع حلوه سيبي مسافه بين الزرعه والتانيه، اللي هي فكره المباعده من الحمل والتاني. قد ايه المسافه النموذجيه دي بقى؟ نقول الفتره المثاليه من 3 ل5 سنين، ويمكن نقول ان دي من اهم الاسلحه اللي احنا دايما بناكد عليها لمحاربه الزياده السكانيه. اعملوا مباعده من الحمل والتاني، وانا حتى بنقول للناس انت هتعملي كده عشان صحتك انت وعشان صحه عيالك. يعني لما نقول للست مثلا ان اللي هيتحكم في ذكاء طفلك اول 3 سنين، الطفل في اول 3 سنين محتاجه ان انت مركزه معاه بس هو،
قاعده بتلغيه، بتنمي مداركه. الطفل ده لما هيكبر هيبقى ذكاؤه اعلى، تحصيله الدراسي هيبقى اعلى، في المدرسه مش هيتعبك ولا هيقرفك. بينما لو انت جبتي العيل وسمعتي كلام مامتك ويلا هات العيل اللي بعديه، لا ده هيطلع شاطر ولا هيطلع شاطر. اللي حتى كمان تكوين الجسم، اقول للست اللي بيتحكم في تكوين جسم ابنك اول 3 سنين، فاول 3 سنين لازم تركزي معاه بالاكل المظبوط. لو انت اكلتيه اي اكل ما فيهوش حديد هيجيله انيميا، لو اكلتيه اي اكل غني بالسعرات الحراريه هيجيله سمنه، اكلتيه اي اكل ما فيهوش بروتين ولا كالسيوم ولا فيتامين د هيجيله تقزم. فيبقى عندك مشكله في مصر تلاقي العيال عندهم انيميا وسمنه وتقزم. هتديني عيل ضعيف؟ ما انت هتديني شاب ضعيف مش هيعرف يخدم بلده. طيب دكتور، حضرتك تحدثت انه الولاده المبكره يعني سبب من اسباب الوفاه الاطفال من سن سنه لخمس سنين. سؤال حضرتك، هل ده سبب الوفاه ده بيكون لمشكله يعني موجوده من البدايه من اول دخول الحضانه بتكمل، ولا ممكن يحصل مشاكل يعني يظهر مشاكل تانية خلال الخمس سنين دول؟ هي ممكن كمان الطفل يتوفى في الحضانه، يعني ساعات ممكن تسمع طفل اتولد في السابع يقعد له في الحضانه 40 50 يوم ويكلف اهله مثلا 150 الف جنيه ويتوفى في الحضانه في الاخر قبل ما يخرج. فممكن الوفاه نفسها تبقى جوه الحضانه. هو الطفل ده مولود اعضائه غير مكتمله، فالرئه غير مكتمله، فمحطوط على جهاز تنفسه ومحتاج اكسجين، اجهزة جسمه غير مكتملة، الكبد غير مكتمل، فعنده احتمالية الصفرة. دماغه هنا العظم بتاع دماغه ضعيف، ولوعية الدموية ضعيفة، في احتمالية نزيف في المخ، فقد يكون تحصل مشاكل تؤدي إلى الوفاة نفسها جوه الحضانة. أو الطفل ده نفسه لما يتولد، ده هو الأكسجين نفسه اللي هو بياخده في الحضانة لو مش مظبوط ده ممكن يأثر على عينيه ويخلي الطفل ده يبقى عنده بعض الشكل في الإبصار. فيبقى دخوله حتى في حد ذاته الحضانة، الحاجات التدخلات اللي هياخدها في الحضانه لو مش مظبوطه بالملي ممكن هي في حد ذاتها تعمل له مشاكل، تاثر بقى حتى لو ما عملتش وفاه تاثر على جوده الحياه بتاعته كطفل ثم كشاب. طيب دكتور عمرو، حضرتك يعني قلت اعراض كتيره قوي واثار سلبيه كتيره قوي للولاده المبكره، ازاي نقدر نرفع الوعي بقى للمواطنين؟ ايه القصور اللي احنا مش موجود عندنا؟ يعني هل محتاجين حملات اعلاميه بمناسبه اليوم العالمي؟ هل محتاجين يكون في برامج متخصصه؟ ازاي نرفع الوعي؟ ان احنا نتكلم الستات ايه اسباب الولاده المبكره؟ يعني من ضمن الاسباب مثلا التدخين، وبقى عندك موضه تلاقي كده بالبنات والستات يا بيشربوا شيشه يا سجاير، فاقول لاي ست حامل ممنوع تماما التدخين لا سجاير ولا شيشه. الالتهابات المهبليه والتهابات، في دكاتره بتسمح ده يا دكتور؟ لا غير مسموح تماما. انا دايما ده هو التدخين ليه اضرار كتير جدا يعني على الحمل، بس يمكن من اهم اسباب من اهم مشاكلها قصه الولاده المبكره. ده كمان التدخين ممكن ينزل لك الطفل حجمه صغير، يخليه عنده مشاكل في الرئه. طبعا اصل التدخين ده كانك بتخنق العيل، ما بتخليش الدم يوصل له. فانا اقول للست ده انت كده يعني مش بتظلمي نفسك، انت بتظلمي الطفل بتاعك، ممكن يحصل ساعتها انفصال في المشيمه. فاول حاجه نبعد عن التدخين. تاني حاجه اقول للست خلي بالك اثناء الحمل اهم سبب للولاده المبكره هو انفجار مبكر في جيب الميه، يعني كيس الميه يفتح بدري، وده اهم سبب بيعمله التهابات مهبليه والتهابات مجرى البول. يعني ايه التهابات مهبليه؟ يعني التهاب في المهبل، او التهابات في مجرى البول يعني التهاب في المثانه. ونقول الحاجات دي بتبقى كتير جدا اثناء الحمل، واقول للست خلي بالك التهاب اللي في المهبل ده لو سبناه وما عالجناهوش هيطلع تك تك تك، يطلع العنق والرحم، يفتح كيس الميه، دخلتي في ولاده مبكره. فيبقى لو منعنا ودايما ركزتي عشان لو عندك التهابات مهبليه والتهابات مجرى البول هنقدر ان احنا نحمي نفسنا. طب ازاي الست تحمي نفسها من التهابات مجرى البول؟ اقول لها دايما اشربوا ميه كتير جدا، ومنع المخلل والطرش والاملاح والشطه. دايما هنا هتلاقي عندنا ثقافتنا في مصر العيش والملح، نقول لهم كفايه العيش بلاش الملح. دايما اقول لها ما تحطيش ملح على السلطه، ما تحطيش ملح على البطاطس محمره، انا عاوز جوزك يشتكي ان الاكل بقى دلع، نشرب ميه كتير. ولو بقى عندك حرقان في البول او الم اثناء البول نعمل تحليل بول كامل، لان ساعتها ممكن ناخد مضاد حيوي او دواء. طب والالتهابات المهبليه؟ هتعرف ازاي ان الست عندها التهابات مهبليه؟ لو مثلا في ريحه وحشه من تحت، او هرش واكلام من تحت، او افرازات لونها غريب مثلا لون ابيض مجبن او اخضر واصفر. فبرضه اقول للست لو ظهر لك اي حاجه من الحاجات دي لازم تقولي لي، لان احنا زي ما قلنا الالتهابات دي مش هتخف لوحدها، ولو سبناها تطلع عنق الرحم، تفتح كيس الميه، لو فتحتها في الشهر السابع او الثامن ده يؤدي الى ولاده مبكره، زائد ان العدوى نفسها ممكن تخش للجنين وتاثر عليه. فيبقى احنا لغايه دلوقتي قلنا سببين مهمين جدا ويمكن الوقايه منهم. اقول للست ما تدخنيش، واعرفي النصايح اللي تحميكي التهابات المهبليه والتهابات مجرى البول، او لو جات لك الاعراض بلغي الدكتور. برضو من ضمن الحاجات التانية ان يكون عندها انيميا جامده، فدايما اقول خلي بالك الست لازم ناكل الاكل الصحي اللي غني بالحديد. طب الولاده القيصريه دكتور، عندنا موضه كده في مصر ان احنا بولد سيزيرين، دي يعني المفروض يعني عالميا بالعكس بيتجهوا اصلا الولاده الطبيعيه.
احنا يمكن عندنا مشكله في مصر يمكن في الولاده القيصريه بالارقام. اخر ارقام رسميه عندنا في مصر المسح السكاني الاخير مصر بتاع 2014 اللي نتائجه علينا في شهر 5/2015 كانت نسبه الولاده القيصريه في مصر 52%. يعني اكتر من نص ستات مصر اللي بتولد بتولد قيصريه، وكنا ساعتها ثالث بلد في العالم. من ساعه 2015 ما عندناش ارقام رسميه، بس يمكن الجارديان في 2018 طلعت بحث قالت ان مصر هي الدوله رقم واحد بنسبه 62%. فاحنا عندنا الرقم يخض فعلا. فيمكن نقول الولاده القيصريه في جزء منها ثقافه الاستسهال بقت موجوده في المجتمع المصري. الست نفسها شافت اختها وجارتها وصاحبتها دخلت تولد في اقل من ساعه، وجوزها دخل معاها وفاتحين انستجرام لايف وطالعين وكله مبسوط، وفي نفس الوقت روحت في نفس اليوم. ففكره ان هي عمليه ما بقتش زي زمان. كان زمان الست اللي تولد قيصريه بعد ما تولد تقعد في المستشفى اسبوع، دلوقتي هي هتولد في اقل من ساعه ويمكن تروح في نفس اليوم. وهنا برضو خلي بالك الموضوع ليه علاقه بالوعي. هو انا لو فهمت الست ايه مزايا الولاده الطبيعي وايه المشاكل بتاعه الولاده القيصريه وازاي ان الولاده الطبيعي دي احسن للطفل نفسه، يعني يمكن نضرب حتى مثلا ليه علاقه بالطفل. اثناء الولاده الطبيعي رئه الطفل بتتعصر وتخرج كل الميه، الطفل ينزل رئته نظيفه، على عكس الولاده القيصريه انت البيبي قاعد جوه ميه مره واحده خطفته وطلعته، فممكن البيبي ده يبقى عنده مشاكل في التنفس. فنقول موضوع الولاده القيصريه من ضمن الحاجات محتاجه وعي. انا يعني دايما بقول عن مشكله في مصر عندك مشكله دايما وعي. يعني هو فكره بشكل عام نقدر نقول ان يعني هو ربنا قال الحمل 9 شهور، يعني اكيد في حكمه في ال9 شهور، مش لازم ان انا اتحايل على ده واستسهل واروح ل6 شهور او 7 شهور او يعني اي مكان المده اللي بتحدد من قبل الطبيب. حضرتك نورتنا وشرفتنا دكتور عمرو حسن، يعني استاذ الولاده والنساء والتوليد بالطب القصر العيني. بنشكر حضرتك يا فندم على هذه الفقره.